沉睡的人心潮澎湃，热血流过动脉，别让梦想带着遗憾醒来。总有人被世界淘汰，总有人被记载在这尔虞我诈的舞台。挺过هل أنهيت كلامك؟ حدد شروطك. وماذا عن الحادث مع لوكا؟ سأعطيه تعويضا أكثر من كاف. من الحقير الذي فعلها؟ إن قلت لي فسنوقع العقد فورا. أتحاول إظهار حس العدالة من خلال الشروط؟ طالما تقول ذلك، إذا نعم، كما قلت هذا عمل، لكن ارتكاب الجرائم أمر مختلف تماما. أنا أشكرك على المبلغ الذي قدمته، لكن لم أحسم أمري بشأن إمكانيات تعاوني مع مجرم مثلك. المفهوم خيالي. في إحدى القصص الخيالية هناك ثقوب في الأشجار، يمكنك أن تخبرها أسرارك. ميزة الرسائل الصوتية أنها تمتص الصدمة. مثلا إن اتصلت بك فعليك الرد فورا، وإلا عليك التبرير. أما الرسائل الصوتية فمختلفة، هي بمثابة مخزن يتيح للثنائي الاستماع إلى رسائلهم كالأسرار في ثقوب الأشجار. وضعت 200 قطعة من الموسيقى المعلبة في هذا الثقب استناداً على أنواع علاقات مختلفة، بعضها يصور المغرمين وبعضها الآخر الآباء والأمهات وشوقنا إلى أحدهم ولومنا لأحدهم. هكذا تختار الموسيقى تبعاً لعلاقتك بالشخص، تدردش أو تغازل في أثناء الاستماع إلى الموسيقى. قل لي، أليس هذا رومانسياً؟ أيضاً، أرأيت رقاقات الثلج التي على الشاشة؟ إنها رسوم متحركة. صنعنا أزهار الخوخ والمشمش والإجاص وأوراق الصفصاف، 70 نوعاً من النباتات، ولدينا الغروب والشفق وغيرها، بحيث تختار الواجهة بحسب شعورك تجاه الشخص المتلقي طبعاً. مثلاً إن كانت طليقتك، تختار صورة الخلفية عاصفة رعدية مع موسيقى الهيفي ميتال، بام 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 بام. هذا تشفير. نالان، ما رأيك أنت؟ الأمر مضخم وغير عملي. سيد لونغ، اعذرني على صراحتي. فكرة رائعة أن تصنع هواتف للتصوير بإمكانات تجارية كبيرة. لما عليك البدء بتطبيق بات واضحاً جداً أنه مقلد؟ مقلد؟ إن كل شيء مقلد بالخلوي،
سأكون صريحا جدا، لا نتنافس على المثابرة في تقنياتنا، بل على السرعة ومفاهيم تكنولوجية جديدة. حين ننهي صنع هواتف دراجون قد يرتقي البعض إلى مستوانا، ولكن طبعا نحن الأوائل. سأجعلها سلعة استهلاكية سريعة الحركة. أيكفيك توضيحي؟ لما أوقفت التدريب يا ييب مان الثاني؟ طلبت من العاملة أن تتخلص من العمود. لماذا؟ موظف التوزيع دمر حلمي في الفنون القتالية، أنا أكرهه كثيرا. كيف كان اجتماعك مع الوغد المسن؟ هل أنت بخير؟ ولم لا أكون بخير؟ عرض علي مبلغا باهظا جدا لشراء البلورة السحرية. هل بعته له؟ ثم طلبت منه سعرا أعلى بكثير وأخفته بذلك. كم طلب؟ طلبت تسليم الشخص الذي فخخ لك. كفى. فلتختر، إما المنزل وإما العمل. حل مشكلة عدم الثبات في أندرويد وتأكد من البرنامج. هل هناك فائدة من ذلك مدير؟ كانشي هوانغ، أيضا نابليون، كلاهما فشل بأمور أكبر من هذا الأمر بكثير. حتى لو أفلس تطبيق البلورة السحرية أستطيع تعديله الليلة. حسناً، سوف أتصل بيانغ يانغ. قل لها لا أقصد الاستئثار بك، ولتكن لطيفة. أحمق. ألو يانغ يانغ، لن أعود إلى المنزل، سوف أعمل متأخراً مع مديري. افعل ما تشاء، عليكما أن تفرا معاً. سأفعل ذلك. مرحباً سيد بانغ. لما لا نستطيع التكلم في المكتب؟ لما نلتقي هنا؟ أمر خاص. لا خصوصية بيننا. لقد وعدت بإعطاء معلومات من الداخل، جئت لأستلمها. ولكن ما الذي وعدتك به؟ أباك. ألديك أخبار جيدة من الأمين العام تشاركيني بها؟ أنت تعلم أن أبي متمسك بمبادئه جيداً. أتمزحين معي؟ لا بأس، سمعت أبي يذكر أن هناك خلافاً كبيراً دار داخل لجنة الخبراء. وبعد؟ لا. يعني أن هناك دعماً كبيراً للبلورة السحرية. الآن نحن لا يمكننا التنبؤ بمن سيفوز، لذلك فلنستثمر بدردشة لونغ المشفرة. سيد بونغ، وكأن الأمر انتهازي بعض الشيء. لقد توصلت إلى اتفاق مع لونغ. طالما أنا أستثمر في محادثته المشفرة، فسوف يعطيني أولوية الاستثمار في هواتفه. أنت معي لفترة طويلة. إن فشلنا هذه المرة، فما الخطة؟ هل سنفشل؟
لا أعلم، حقق لي نجاحا كبيرا، لا أعرف إن كان جديا بشأن مشروعنا أم أنه يلعب معنا. إذا انسحب هو فلن تكون لدينا فرصة أخرى. إن خسرنا ما هي خططك؟ هل ستعود إلى العمل؟ أم ستأتي بحبيبة وتتزوج؟ أنا لدي، ولكن حبيبتك. أنا هو السبب، هذا خطأي. أمامنا طريق طويل، كل شيء ممكن. شيومانغ، لا تخف من الظلام الذي تراه في الخارج. ريادة الأعمال كالقمار، ما دمت على قيد الحياة فكل شيء ممكن. إلى أين أنت ذاهب؟ ظننت أن لديك اجتماعا. سوف أعود في الصباح، لدينا 7 ساعات فلنتكلم. غواسينيان، غواسينيان، استيقظ هيا. لما جئتي؟ الأمر طارئ. ما الأمر؟ إنه أبي يريد لقاءك بسرعة. أبوك؟ عمي. ماذا تفعل؟ اتركني، اتركني. قرأته مرارا. ما هو اسمه البرنامج؟ قرر أنت. قلت إنك لن تسمع رأيي، أعطه اسما. حسنا، سنسميه سينكوم. سينكوم، ألا يبدو مشابها لزيركوم برأيك؟ حين نطلق البرنامج أناس كثر لن يتذكروا زيركوم. أخسر البلورة أم لا؟ زيركوم سوف يزول بالتأكيد. جيد، ألديك مهندسو برمجيات جيدون؟ نعم. حسناً، لدي طلبات. سيوقع الجميع اتفاقيات سرية. حين تبني فريقك سيتقاضون مبالغ لا يمكن تصورها، ولكن ستوضع هواتفهم في مكان واحد فقط. يمكنهم الاتصال بالمنزل من خلال إذن. النقاش ممنوع عن تطوير البرنامج، أما مكان العمل فسيكون في مكان نائي جداً. حتى نجاح البرنامج في أثناء الاختبارات ممنوع تسريب أي معلومة. أنت وأفراد فريقك
مستعدون؟ نحن نصنع تطبيقا للهاتف الخلوي، ليس قنبلة نووية. هذا مهم. هانفي قال: انكشف المرء سره يفقد حياته. لا تقدم لي الوعود الآن وتخذلني في وقت لاحق. لا تقلق، أعدك سيد لي. أرجو أن تتفهم، سأتخلى عن كل شيء من أجل هذا، وأرجو أن تكون مثلي تماما. هل يمكنني استخدام أي من موارد كايلين يا ترى؟ لديك 200 مليون مستخدم ناشط. هذا البرنامج سنطلق عليه اسم سينكوم، سيضم 800 مليون وأكثر من هذا. سوف يحكم العالم. سبق وتحدثنا عن محادثة تشوفاليانغ، ثم حصلوا على ثلث الصين فقط. ما نفعله أنا وأنت هو السيطرة على العالم. أنت في الحزب الشيوعي؟ أنا لست بعد، لا. الشبيبة؟ نعم، في أيام المدرسة. أنا أيضا. جيد، هذا جيد. أيها الشاب، لا تركز انتباهك على التكنولوجيا، تقدم في السياسة، انضم إلى الحزب. حسنا. عمي، قل لي أرجوك، ما هو موضوع الاجتماع؟ أخبرني، كم عدد الموظفين لديك؟ أكثر من 60. الرقم دقيق؟ 62. سمعت أن موظفيك ينتظرون نتيجة التحكيم. عليك أن تعلمهم بأن يكونوا غدا في مكان العمل في 7 صباحا. يجب أن يكونوا بالزي الرسمي مع بطاقة هويتهم. دونا. حسنا. لقد توصلت أنا ونالان إلى وضع مخطط مفصل للتقرير، ألقي نظرة عليه، إن وجدت نقصا فضع أفكارك. لن تعود إلى المنزل الليلة، أنا ونالان سنبقى لمساعدتك في تنظيف المكتب، يجب أن يبدو نظيفا جدا. لا داعي، سوف نفعل ذلك بأنفسنا. أجل، صحيح. أرجوك، سأساعد. شعرك غير مرتب أبدا، أيمكن أن تقصه قريبا؟ عمي، لقد تأخر الوقت الآن. عمي، أخبرني، ما الذي يجري؟ وماذا سنفعل غدا؟ أبي، عليك أن تخبره الآن. حسناً،
لن أقول كل شيء بسبب قيود معينة، سأخبرك بالقليل. الوزير مياو قد كلمني اليوم، ناقشنا الابتكار التكنولوجي ولاسيما المتعلقة بشبكات الخلوي. قال إن القادة في الحكومة سيجرون بحثا حول هذا الموضوع. أول خطوة تطبيق البلورة السحرية. سيدي، حددت موقع السيد وانغ مدير المبنى. إن المدير سونغ طلب مني أن تحضر. آه، فهمت. سأتكلم عن الأمن في الأسفل. بإمكانك مناقشة الخطوط العريضة، سأعود لاحقاً. ألتقي قادة كبار، إن طرحوا علي الأسئلة غدا فكيف أرد عليهم؟ لقد شدد أبي على هذا الموضوع، وببساطة عليك قول الحقيقة كاملة. أعرف قولها. مدير اسمع، إنها ضربة حظ. عمك المستقبلي رائع جدا، أسرع وتزوجنا الآن. أنا ويانغ يانغ سنتملقك. لوكا، ماذا تقول؟ قال إنه ليس علينا القيام بالبرمجة الليلة. لوكا، الموظفون. نسيت. حسناً، تراجعوا قليلاً. هيا من فضلك، انظر هنا. التقط صورة جيدة. حسناً، سوف نجيب عن الأسئلة الآن. شكراً لكم. برأيك هل مزودو الخدمات سحبوا الدعوة بسبب زيارة القاضي؟ المشكلة بيني وبين مزودي الخدمات تأتي من الاختلاف في مفهومنا عن خدمات الاتصالات. لقد قرروا سحب الدعوة لأننا في الواقع توصلنا إلى هذا صحيح، عقدنا اتفاقاً معهم. صحيح، اتفاق، نعم. سيدي، 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 اصمت.
سيدي اصمت. هيا هيا. سيدي لقد أخفتني. سيدي سأتصل بسيارة الإسعاف. ها؟ روهاي. لقد زال الخطر. أتبحث عن هذا؟ روهاي، فعل ما في وسعنا. انتهينا من الدعوة. حياتك هي الأهم. سيدي هناك أمر عاجل يجب أن تعرفه. خالون شانغ قد اتصل وقال إن مدراء مزودي الخدمات متلهفون لمقابلتك. يريدون إنقاذ أنفسهم. سوف تراهم؟ نعم، لن نختبئ. تسين شونغ، إنه في مركز البحث والتطوير. فليترك، فليلغي وليعد في أسرع وقت. في الخطاب ثلاثة أجزاء: ألف دعم روفيز للابتكارات التكنولوجية، باء يفصل تطبيق البلورة كيفية اكتشافه وبصيرتنا تجاه شبكات الجوال، تاء هو عن بعض المشاريع التي نتابعها. لا تذكري الحديث المشفر أو ما قد يتعارض مع البلورة السحرية حتى لا يظن الناس أننا نشجع منافسة سيئة النوايا. حسناً، سأفعل. وصلت على الموعد. ويندي، هل قمنا بتسديد هذه الدفعة لتطبيق البلورة السحرية؟ كلا بعد، سوف أقدم الأوراق هذا الصباح. هل انتهكنا العقد؟ أجل بالطبع، لكن غواسينيان لن يمانع. وكأننا عدنا للتنمر. نالان، تطبيق البلورة السحرية مدين ببقائه لتأييد الأمين العام نا. انقل إليه شكري حين تصلين إلى المنزل الليلة من فضلك. على مهلك، تطبيق البلورة السحرية باق لأن الحكومة تشجع الابتكارات، لا علاقة لأبي بالموضوع. على أي حال أذكرك بأنك حاولت بيعهم ودفعت لصندوق الاستثمار متأخرا. الصحفيون الآن يحيطون بغواسينيان وبشكل مستمر. لذا قدمي إلي معروفاً. أخبري غواسينيان، روفيز والبلورة السحرية كانا معاً في القمم والخنادق. أعمل بجد للجولة الثانية من التمويل، وبدعم من روفيز سوف يحلق عالياً جداً. سيد بانغ، وصل المسعد. أين فاتي؟
هواوي، ما بك؟ أعمل على مشروع سوف يستغرق عاما، أتقبل؟ ولكن هل سأفقد كل ما أملكه كما حصل معك؟ كم تجني في الشهر؟ سأضاعفه. هل أنت جاد؟ ما المشروع؟ أوظف مجموعة من الخبراء، ولكن أخبرك حين تقبل. متى تقرر اتصل. لواوي، تسرق الناس مني في وضح النهار، ما هذا؟ اسمع، ضاعف راتبي فانضم اليك. أنا أريد خبراء. أراك. من كلم؟ لا أعرف. هل ستتعاونون مع مزودي الخدمات؟ ما رأيك في دعوى حقوق النشر؟ بالنسبة لفرض الرسوم وعن التعاون، الدعوة صحيح. رجاء يزعج الفلاش عيني. استدير رجاء، اسمحوا لي بأن أقدم إليكم ممثل روفاز في الصين الكبرى، السيد بانغ سو. روفاز هو مساهم رئيسي في البلورة السحرية، اسألوه أي سؤال تريدونه فلنصفق له. أصدقائي الأعزاء، يسعدني أن أجيب عن أسئلتكم. روفاز والبلورة السحرية يعملان عن كثب منذ مدة طويلة جداً جداً. اسألوا. هل تفرض الرسوم؟ هل من تعاون مع مزودي الخدمات؟ ما رأيك في دعوى حقوق النشر؟ هل تطبيق البلورة السحرية سيتقاضى المال؟ أصدقائي، سيد بونغ، لسنا على عجلة من أمرنا. سأجيب عن سؤال واحد كل مرة. ابدأ. هيا لو سمحت. عذراً أصدقائي، هل بإمكاني مقاطعتكم؟ أيمكننا التحدث في المكتب؟ على موظفين أن يعملوا من هنا لو سمحتم. هل اعتدت ذلك؟ لا أبداً. حين تصبح شركتك كبيرة ومزدهرة عليك التعامل مع وسائل الإعلام، هذا انخراط في العلاقات العامة. ظننتك تثرثر كثيراً، لما كنت هادئاً مع الصحفيين؟ لأني لا أجيد الكذب. أنا أهنئك. ولكن على ماذا؟ لقد خرجت من الخندق. الميديا تقول أنت نموذج جيد للابتكار، لا أحد سوف يواجهك. أنحن أقوياء إذن؟ لقد نجحت. لو كنت ما زلت معي وحدثت أمور كهذه، لا عائلة لدي ولا علاقات اجتماعية لمساعدتك، فكيف أحقق ذلك؟
لو كنت مكانك لاخترتها. لقد أحسنت. أنت تتكلمين كثيراً. متأكد أنك بخير؟ ألديك كل شيء؟ نعم سيدي. سحبت الدعوة، أبلغت المحامين، سأنسحب، سنتراجع بكرامة. حافظ على علاقة جيدة بويندي. تجاهليها. هذا لمصلحتك. أيمكن عدم ذكرها عندما نكون معا؟ ولكنها شريكتك. عليك التكلم عنها؟ حسنا، لنغير الموضوع. أخبرني، هل أنت سعيد لأنك نجحت؟ لم أهنئك بعد. أنا أشعر بالدوار بسبب ملاحقة الصحفيين، لكنني قررت أن نجد أنا وأنت مكانا لنشربا ونحتفل أيضا. إنجاز رائع. إن الوقت قد حان للاحتفال. لما لا؟ لقد تمكنت من هزمة سينشين بانك فقط. في المرة المقبلة قد تواجه مجموعة من الذئاب. ماذا تعنين؟ كان سيد بونك سيستثمر في تطبيقات مراسلة صوتية مقلدة. ولما يفعل ذلك؟ بغية الربح. أعمل معه منذ سنوات عديدة. إنه ماكر كالثعلب. هل تعرف ماذا كان يعني حين خطط لبيع أسهمه في البلورة السحرية لصالح تطبيق كايلين؟ إن هذا هو مجال عمله. أنا هو المساهم الرئيسي، لن أتأثر بأي شخص. أنت عنيد جدا. لقد قال السيد بونغ أن لي بين تونغ لا يريد فقط أن يرى نجاح التطبيق، إنه يسعى لأبعد من ذلك. وهل تعنين أن لي بين تونغ سوف يكون خصمي التالي؟ لا أجزم، محتمل جدا. دع العاصفة تأتي إذن، أنا جاهز لها. سيد بانك، لدي مواعيد تخص مشروعين آخرين، لن أعود إلى المكتب. حسناً، اذهبي إذن. حسناً، أراك. نحن أيضاً لن نعود إلى المكتب. لقد حددت موعداً مع لونغ. هل علينا الاستثمار؟ سبق وشرحت كل شيء نالان. أعد النظر في الأمر. هواتف دراغون مشروع جيد. طالما هو يتقن وظائف هواتفه فيما يخص التصوير، فسيحظى بشعبية كبيرة. ولكن لدي شكوك حول المحادثات المشفرة. ¡Gracias!
幸好。